الجميع يلقي باللوم على أرضية الميدان. كان بإمكانه أن يفعل أو أن يتصرف تصرف أحسن، أن يوقف الكرة وأن يروض. الاختيار لم يكن ناجحا. كرة للاتحاد، المحاولة من جديات، يحاول جديات، يفتح اللعب جديات الجهات اليمنى لفرحات، من جديات لفرحات أمام بوغاش، المتابعة دائما. فرحات، صراع مع بوغاش، ينتهي الصراع بالخطأ. هناك توتر وقلق من جانب عناصر المولودية. أو صراع. انتهى لمصلحة فرحات والاتحاد الجزائري المتقدم في النتيجة. كاسب الرهان، ربما هناك تغيير أو تبديل قادم في اللحظات أو الدقائق القليلة القادمة. الاتحاد الجزائري بإشارة من المدرب كوربيس وبصورة من الفريق العامل معنا اليوم والذي يقوده الزميل المخرج ياسر بلكوت. هناك كرة ثابتة لبن موسى بن مختور، خطيرة الكرة وصعبة على الحارس جميلي من بن موسى، مخادعة ماكرة، ولكن جميلي تعامل مع الكرة كما ينبغي. مخادعة، خروج، وفي آخر لحظة يخرج الكرة إلى ركنية. من الجهة الأخرى بن موسى في تنفيذ الكرة الثابتة والركنية. تغيير راح يكون فيه الآن جمال. نعم، من هو؟ يخرج سجان محمد ويدخل العرفي. عرفي، نعم العرفي رقم 11. ملعوبة الكرة، ملعوبة الكرة، جميلة الكرة، خطيرة داخل منطقة العمليات. محاولة من بوشامة، يحضر بوشامة والحارس يبعد الكرة بخطوتين. جميلي متفوق، ثم الدفاع في آخر لحظة. ياشير ما يتمكنش. عودة فرحات مباشرة لحارس زيماموش. زيماموش يرجع الكرة طويلة أمامية. حشود بالرأس يتفوق في الكرة العالية. هناك العودة من وضعية التسلل يقول الحكم. لدفاع المولودية والتغيير الآن. كيف يمكن أن نقرأ هذا التغيير السيد يونس افتساد؟ من ضمن على حسب رأيي المدرب كوربيس اختار لاعب العرفي، يخرج لاعب شوغر باش يحوس يغطي وسط الميدان ويتحكم أكثر في وسط الميدان، ويخلي مهاجم واحد في الهجوم هو اللي راح يلعب كما نقولوا احنا في المساحات الفارغة. عنده إصابة يعني سكر في رجله، لهذا طلب باش يخرج من المباراة. لا، حتى المدرب راح يغير تكتيكيا، راح يغير حسب كواليس هنا يعني على